سلام بنات، كي دايرين؟ بخير. كي دايرين مع صحابك؟ كلشي بخير. كنتمنى تكونوا مع هاد البرد في صحه جيده، والله ينزل علينا شويه الشتيوه ان شاء الله. بالنسبه اليوم غادي ندير لكم واحد الكيكه بالليمون والتفاح. قلت نغير شويه من لي فيديو اللي كندير، يعني شاك فوا كندير لكم لي فيديو ديال الاول ديال اكسيون بري مارك، وان شاء الله اليوم قررت باش ندير لكم واحد الكيكه بالليمون والتفاح كما قلت لكم. وان شاء الله الا عجبكم بحال هذا الفيديو راه غادي نزيد لكم فيهم ان شاء الله. وقبل ما نبدا ان شاء الله لا غوسيت، كنتمنى بالبنات اللي كيشوفوني وكيتابعوني يديروا ليا لايك، وبالنسبه للناس الجداد اللي غيشوفوني يديروا ليا ابوناو معايا في لاشين ديالي، وما تنساوش ديروا ليا لايك. وان شاء الله نبدا لكم لا غوسيت. لا غنخلط غير في الكاس ديال المونيكس، يعني ما كتحتاج لا تطراف لا والو، كلشي غنكبوه في طاقه واحده. بالنسبه للبيض كنحتاجو جوج بيضات، كنحتاج 7 المعالق ديال الحليب، كنحتاج 7 المعالق ديال الزيت، وكنحتاج 7 المعالق ديال سنيدة، وواحد الخميره حمراء من وزن 7 غرام، وكنحتاج شويه قطرات ديال الخل، وكنحتاج 8 المعالق ديال الدقيق، 8 المعالق ديال الدقيق. وبالنسبه للتفاح ما هو انا شديته وقطعته، هانتوما التفاح كتقطعوا بالطريقه اللي تبغيو. زدت عليه واحد كاس كبير ديال عصير الليمون، وزدت عليه واحد ساشيه ديال الفاني، وواحد شويه ديال سنيده باش يهرس ليا اللوكو ديال الحامض، وزدت عليه الحامض. دونك انا نعاود لكم بالنسبه للتفاح شنو درت. قطعت التفاح دي مورسو، يعني كل وحده تقطعو كي كتبغي، وزدت عليه كاس كبير ديال عصير الليمون، تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الحامض، وثلاثه المعالق كبار ديال سنيده. انا زدتهم، اللي ما بغاتهمش ما تزيدهمش، وصافي. وواحد ساشيه ديال الفاني. وهذا التفاح هو باش كنبدا كنديرو هو الاول، وكنخليه يترقد في هذا لاصوص هذه، ومن بعد بما ان شاء الله نخلط الخليط نوريكم واش غادي نديرو. قبل ما نبداو ان شاء الله دائما نوجدوا المول ديالنا. انا درت هذا المول الدائري، كل وحده دير المول اللي عندها. بالنسبه للمول دهنتو بالزبده ورشيت عليه الدقيق، دونك كنوجدوا المول نحيدو عليا، ومن بعد نوريكم ان شاء الله دابا شنو غندير. كنحسو الكاس ديال المونينيكس، غادي ندير فيه جوج بيضات، غادي ندير 7 المعالق ديال الحليب، ومن طو غادي نعاود لكم المقادير بالنسبه للناس اللي ما سمعوش. و 7 المعالق ديال الزيت لسيور، و 7 المعالق ديال السنيده. نطرب مزيان هاد المقادير ونكمل معكم الطريقه. خليت مزيان طربته، وانت تبان لكم كشكوشه بحال هكا. غادي نزيد غير قطره ديال الخل، وغادي ندير خميره حمراء، وغادي نزيد 8 المعالق ديال الدقيق، 8 المعالق ديال الدقيق اللي قلت لكم غادي نزيدهم ان شاء الله، ونعاود نطحنوهم، وديك الساعه نوريكم الطريقه كيفاش غادي نستف في المول. بنات بالنسبه للخليط هو كيجي على هذا الشكل، كيجي على هذا الشكل. دابا ان شاء الله غادي نكب الخليط في المول، غنصب كلشي خليط في المول، ومن بعد غادي نستف عليه التفاح ونوريكم الشكل النهائي كي كيجي. دابا ها هو الخليط كبيتو دابا في المول، ان شاء الله دابا غنصطف التفاح، غنصطفو التفاح بطريقه عشوائيه. وهاد السيول الفرن راه درت كيسخن غير لتحت، بالنسبه لبنات الكيكه دائما نديرو الفرن نشعلو عليه غير لتحت، والفوق نخليوه بارد. مني ان شاء الله تبدا تطلع ونشوفوا الكيكه ديالنا طلعت، ديك الساعه نشعلوا الفوق باش دائما الكيكه ديالنا يطلعوا مزيان.
بالنسبه لهاد الكيكه ان شاء الله ملي غتخرج من الفران، هذاك السيرو اللي لقط فيه التفاح غادي نهزو، هذا لاصوص غادي نهزها وغادي نكبها ثاني في الكيكه. من بعد ان شاء الله ما نديروها في الثلاجه، تنكبها في الكيك، نكبو على الكيكه ان شاء الله، عاد غنديرو في الثلاجه باش تبرد مزيان، انا كتكل وهي بارده. بالنسبه لهاد الكيكه راه كتجي واعره، كتجي زوينه في اللوكو ديالها، وكنتمنى تجربوها ان شاء الله، وكما قلت لكم كنتمنى الدعم ديالكم. كنتمنىكم تدعموني في القناه ديالي باش ان شاء الله نوصلوا ل1000 ابوني، وما تنساوش ديروا ليا ابوني ولايك. والجديد ان شاء الله ديما نتلقاو، لا بالنسبه للاكسيون ولا بريمارك ولا نحاول دائما نجي لكم الجديد. وكنتمنى من الناس اللي كيديروا لي كومونتير يعطوني شنو كيبغيو يشوفوا عندي في القناه باش انا نجدد لكم وندير لكم الجديد اللي كيكون اللي خصو يكون اللي بغيتو نتوما يكون في القناه. المهم كما دابا كتشوفوا انا غنستمر في التستاف ديال التفاح ونلتقي معكم من بعد ما نكمل. بالنسبه للطارت هي كملتها، ودابا ان شاء الله غادي ندخلها الفرن وغتشوفوا الشكل النهائي. كما قلت لكم الفران بالنسبه لي انا كندير الفران يدفى، دابا راه خليته كيدفى، ندخل ليه الكيكه ان شاء الله، ومن بعد ما طيب غادي نسقيها بالسيرو اللي لقط فيه التفاح ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. الفران راه سقيتها بالسيرو، درت ليه السيرو ودابا غندخلها الثلاجة تبرد ان شاء الله، ومني تبرد ان شاء الله بالصحة والعافية. وما تنساوش تشتو هاد الفيديو ديرو ليا ابوني ولايك ودخلوا ليا لي كومنتار ديالكم. مرسي. هكا ولفشو الفيغميسيل هالشكل النهائي ديالها. بصحتكم وراحتكم.